يستاهل زياد طبعا. زياد ومعاذ اليوم طلعوا مقابل خصم 500 ريال، هم طلعوا خارج القرية المشوار، فالشيخ بدر نادر المشاري بيضل وجهه استغل خروجهم ودعاهم اليوم الغداء. تمنيت اني كنت ضمن الحضور لكن اعتقد الله ما شاء فعل، لكن عموما هم طلعوا مقابل 500 ريال لمدة 24 ساعة، فاذا يبغون يرجعون قبلها براحتهم. اتصل عليهم؟ اتصل الشيخ بدر، اتصل عليه واحد ما في باس، حتى لو اتصلت عليهم خصم نزل لان هم طلعوا برا القرية وما هم متواجدين اليوم هذا كله، فمتى ما يرجعون راحتهم. تكفى يا ابو نايف، اهم شيء ما يكمل 24 ساعة. هذه قوانين المسابقة، لا تقول لي تكفى بعد عيني. والله انه ما يستاهلون، هم بارادتهم يا اجميري، بارادتهم هم ترى هم عندهم خبر ان خروجهم مقابل 500 ريال لكن دروا زياد ومعاد قاعد تتخصم. هم هذا مو خصم، هم عارفين خروجهم مقابل 500 ريال، هم عارفين بالاتفاق معنا. هذا نعرف انا حق المسابقه عرفت، لكن هم دري وانك بتخصم عليه. انت كيف منو تفهم انت؟ طيب شوف خلاص ما فهمتوني يا صراحه، لكم عافيه انتم يا والله كذا اوكي احنا قبل عجل كذا اوكي. طيب يعطيك العافيه. طيب نرجع للتغريدات. طيب